يا ترى ما هو العمل وما هو السلوك وما هو الفكر وما هو الشعور الذي ممكن أن يجعلنا نشعر بالسعادة في هذا الشهر الكريم الذي نحن بصدده؟ إن شهر رمضان المبارك فرصة ثمينة لتحقق السعادة ولتشعر بها في حياتك. لماذا؟ لأن أعمال الخير فيها كثيرة، ولأن الناس يحتاجونك بالذات لتقف معهم، حيث أثبتت الدراسات أن أكثر مشاعر السعادة التي يمكن أن تحقق للإنسان شعوراً طويل المدى في السعادة هي تلك السلوكيات أو الأقوال والأفعال التي تكون في خدمة المجتمع ومساعدتهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم. فلا يوجد سعادة أفضل من أنك تدخل السعادة إلى قلب إنسان فيدعو لك بالخير ويرضى عنك، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك. حينها ستشعر بشكل إرادي أو لا إرادي بهذه السعادة، ربما قد تكون معك إلى الأبد، إلى أن توصل بها إلى الله سبحانه وتعالى.